ألو، صباح الخير. اليوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. ركض اللاذر، ركض اللاذر أو ركض السلالم الأفقي. يعني أنت تروح الآن تشوف المدربين في كل العالم، خصوصا مدربين اللياقة البدنية. اللاذر أحد أدوات المساعدة في التدريب، لأن يعني الفوتورك السريع مهم. فأربط الركض اللاذر بتدريب التصويب على سبيل المثال إلى الحصر. زين، أنا عندي يعني متغير أريد أعمل في هذه الفعالية، وما فيها أنه اللاعبين 3 و2 يركضون اللاذر، كل واحد يركض اللاذر الأول ويروح للاذر الثاني يركض، ثم يهاجم الكرة اللي هيئها زميله يصوبها على المرمى ويبدلون مراكز. هذه الفعالية الأولى، كل لاعب يؤدي 5 مرات، هاي مهم. يعني 2 و3 يؤدون 5 مرات، اللي بعدهم اللي هيئوا الكرات يروحون مكانهم ويبدلون، وهكذا 5 مرات 5 مرات لكل لاعب. يكون تمرين ممتاز بدني وفني، خصوصا إذا أخذت بالاعتبار هاي المسافة اللي تركض اللاذر 15 يارد ب 15 يارد، يكون ممتاز. ومن التوصيات أنه اللاعب اللي يجهز الكرة عليه أن يتابع الكرة المصوبة عشان الريباوند. هذا بسيط، easy to organize, easy to understand and easy to perform or execute. لأن طلب أحد المدربين 10 تمارين على هذا الموضوع، وأنا ما راح أعطي 10 تمارين، ما عندي وقت. يكون التمرين ممتاز، أعطي فترة راحة ثم أعمل 5 مرات أخرى، أحاول أن أزيد بها شدة الفعالية. إن هو السؤال المطلوب هذا، كيف يمكنني أفعل ذلك؟ أدي نفس الفعالية، 2 و3 يركضون السلالم نفس الفعالية، وإيش يعملون؟ يصوبون الكرات اللي هيئها لهم زملائهم، وبنفس الوقت زملائهم اللي هم 4 والآخر 5 على ما أعتقد يأخذون مكان المصوبين 2 و3 بركض اللادر السريع المعاكس. هذا يعني انه هذا وهذا يركضون اللادرين لتصويب الكرة، هذا وهذا يهيئون الكرة ويركضون اللادرين بالعكس عشان يروحون مكان اللاعبين اللي صوبوا. فأضفنا حمل تدريبي زايد على اللاعبين المجهزين، مو فقط يهيئون الكرة ويتابعون الريباوند، وإنما تركنا الريباوند وأدى واجب حركي مهم بدني مهم، لأنهم بدلوا المركز بالرجوع مكان زملائهم من خلال اللادر، وراح الآن فورا يرجعون على اللادر، فيكون عندهم عمل مزدوج على اللادر في حال تبديل المراكز. شدة عالية راح تصير، فعالية جيدة هاي لتطوير الأداء البدني والفني. فما في هذا الموضوع وهذا التمرين صعوبة، هذا هو اللي يسموه سهل التنظيم، هذا هو اللي يسموه يعني وسهل الفهم، وهذا اللي يسموه يعني سهل التنفيذ. لكن لاحظ 5 مرات أول مرة فقط الـ2 و3 اللي يركضون اللادر ويصوبون ويصير تبادل المراكز، لكن بالـ5 الثانية لكل لاعب الـ2 و3 يركضون اللادر ويصوبون، واللاعبين 4 و5 يركضون اللادر بالعكس ينهن ويروحون مكان اللي يصوبون، وفورا راح يصير شنو؟ المدرب يطيعاز ابدأ، فليجوا مكانهم رأسا راح يرجعون على الرادة، ومرة ثانية يكون هناك عمل مضاعف على الرادة لكل اللاعبين. أنا أتكلم عن هذا. أنا أسأل من الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع.
كما أنني أشجع المدربين الشباب على تنفيذ هذه الفعالية إذا كان بالإمكان ضبط عدد التكرار والتفكير بالتنفيذ السريع في ركض السلالم الأفقي وعلى ما يعرف ب الفينشينج، يعني ما نعمل الشوتينج فقط من أجل الشوتينج وإنما من أجل أن نحقق هدف معين، وهذا الشوتينج يصير من مسافة 15 ياردة ليس أكثر، أو من حدود 18 ياردة من داخلها أو من خارجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.